لله الذي علمنا السبر وأوفانا لأجر، والصلاة والسلام على النبي الأنور وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا الأثر، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المحشر. تمر بنا الأيام معنا السبر، وصاحبة قصتي هو معنا السبر، فكونوا معنا مع قصتي. نبي الله أيوب عليه السلام، كان سيدنا أيوب عليه السلام نبيا من أنبياء الله. نبي الله أيوب الله سلام يسفن بواتشونا كالله نبيا تشاندو نبي نبرو، وكان كثير المال والأراضي بزوكا زبنا مريتوش نبراتشو، وكان له أولاد كثر لجوتشن ببزات نبراتشو. ثم ابتلاه الله بأن عصابه مرض شديد في جسمه، كزام أكلاتشو نهيلنيا همم بمسمم الله مكراتشو، ومع ذلك كما هونم قرا كان صابرا محتسبا ذاكرا لله عز وجل في ليله ونهاره. تقش كجيتاتشو أجر فلاقي أشنا فيوننا لك ألون اللهن بك أننا بللتو أستواش نبرون. دام مرض أيوب عليه السلام 18 سنة. أيوب الله سلام يسفن باتشونا بشيتاتشو أساس من تامت قوية، وهو صابر لم يعترض على الله ولم يتسخط. نسم تقاسيهم الله ليالتك أوامهم كرم التسميم، وكانت امرأته مؤمنة صالحة مستحشو دق عين برج تشفق عليه وتهتم به متزن اللاتشو تكرت من يمست أتشو نبرج، وهي صابرة معه السمكة النسوغار تقاش نج. دعا أيوب عليه السلام ربه أيوب الله سلام يسفن باتشونا كتاتشون تتعرو، كما قال تعالى كهل من يبلايهنا الله دالو، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب قتاون أني مكرا درسبين أنتم كأزاني تهلو يبلت أزاني نهسيل بتت أربت كزي ينبرون أستاوس، فاستجاب له دعاءه الله ترياتشون تكبلا حيث يقول نحسن الله تنقر، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر لرسوم ترين تقبلناه كقدات برسو لينبرو النقر هلو أسوقد، وأنبأ له عينا باردة كسكزنها أفلك ألت، وأمره أن يغتسل منها ويشرب منها كرسم اندي تتأبنا اندي تتعززو، كما قال تعالى كهلو من بلايهنا الله اندالو أركد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. بأجره مدرنم بتا يهك أزقزا متى تبيام متى تمنى تبالي، ففعل يتعززون فتسمى، فأذهب الله عنه ما كان به من المرض بس ولي ينبربت بشتا أسوقدو، وأعاد إليه صحته إن النتنم مل سلت. وفي قصتي سيدنا أيوب إبرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده. بسيدنا أيوب تاريكوست بجنزبو عندهم باكالو عندهم بلجلة مكرسو مجنزب هنا تمرتلو، فله عصوة بنبي الله أيوب حيث ابتلاه الله فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. نبي الله أيوب الله لك بمكراتشو جزي الله سكي قلق قلاتشو درس متاقساتشو أجر منور ما سباتشو تلاك أرأي ألو، كما قال تعالى كهل من يبليهنا الله اندالو، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. لأسهم كأن يزند لتروتا بلا أمرو تلا مقسات بيت سبوتون كأن السجار مسلاتشون ستنو، وخذ بيديك ديوسا باجهم جبت أرتمينياز فادري به برسهم مستهمتا، ولا تحنس مهلهنم أتفرسلنو إنا وجدناه صابرا إنيا تقاش هنا قنينو نعم لعبدو من يامر باريا إنه أواب إرسو بتأمل لسانو. وختاما اللهم ارزقنا صبر أيوب وحلمه وتحمله للمسائب وجلده إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل التوحيد أساس هذه الأمة، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالتوحيد معلما، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الموحدون أحباب الله وأهل التوحيد، هلموا بنا لكي ننحل من هذا العلم وهو بعنوان معرفة التوحيد وفائدته وأقسامه. يتوحيد من الناتو تقمناك في اليوم. التوحيد لغة توحيد ما لبق أنقار قد جعل الشيء واحدا عند النجر عند مدرقناه، وفي الشرع بشريع رقد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. تراتي تقبونا كهف يا لو الله بقيت الناتو بأملكو ملوبه نتموت النباريتو اللهم نتأل مالتنا، وفاعدته تقمم تسحيه الآقدة من تم استكاكل والسلامة من العواقب بمترشم سلام مهننا ونيل السعادة في الدارين ولتما قروج دستان مغنيسنا. وأقسامه ثلاثة تفيوتم سوستناتو. الأول يمجمريو توحيد الربوبية يفتقارنا التوحيد. الثاني ولتنيو توحيد الألوهية يملكنا التوحيد. الثالث سوستنيو توحيد الأسماء والصفات يا الله سموتنا بهرياتو تنقلاش توحيد. فقد اجتمعت في قوله تعالى كيف بالو الله نقصت برقت امتك التالج رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا ارسو يسمايتنا يمدر بولتو مكاكلا له قيتانونا تقزا واستبر لعبادتي ارسو بمقزات بلاي تقز هل تعلم له السمية لارسو مكشي توقع لحنا توقع لحنا. وحتاما جعلني الله وإياكم من المجاهدين الصاعرين على دربي المكتفين أثره، والسلام مسك الحتام وأحلى الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساس هذه الأمة، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالتوحيد معلما، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الموحدون أحباب الله وأهل التوحيد، هلموا بنا لكي ننحل من هذا العلم وهو بعنوان معرفة التوحيد وفائدته وأقسامه. يتوحيد من الناتو تقمناك في اليوم. التوحيد لغة توحيد ما لبق أنقار قد جعل الشيء واحدا عند النجر عند مدرقناه، وفي الشرع بشريع رقد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. تراتي تقبونا كهف يا لو الله بقيت الناتو بأملكو ملوبه نتموت النباريتو اللهم نتأل مالتنا، وفاعدته تقمم تسحيه الآقدة من تم استكاكل والسلامة من العواقب بمترشم سلام مهننا ونيل السعادة في الدارين ولتما قروج دستان مغنيسنا. وأقسامه ثلاثة تفيوتم سوستناتو. الأول يمجمريو توحيد الربوبية يفتقارنا التوحيد. الثاني ولتنيو توحيد الألوهية يملكنا التوحيد. الثالث سوستنيو توحيد الأسماء والصفات يا الله سموتنا بهرياتو تنقلاش توحيد. فقد اجتمعت في قوله تعالى كيف بالو الله نقصت برقت امتك التالج رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا ارسو يسمايتنا يمدر بولتو مكاكلا له قيتانونا تقزا واستبر لعبادتي ارسو بمقزات بلاي تقز هل تعلم له السمية لارسو مكشي توقع لحنا توقع لحنا. وحتاما جعلني الله وإياكم من المجاهدين الصاعرين على دربي المكتفين أثره، والسلام مسك الحتام وأحلى الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.